اليوم متواجدين في المجمع الحلو هذا، نصور لكم شقة 3 غرف صالة بمساحة 170 متر مربع. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل كاملة على أرض الواقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. اليوم متواجدين احنا في افخم منطقة في طرابزون، منطقة يالنجك. يالنجك تعتبر من الاحياء الراقية في طرابزون، وتعتبر يعني منطقة وسطية بين الخدمات اللي موجودة بين المطار والميدان، بالاضافة الى المولات اللي اطرافها. اليوم متواجدين في المجمع الحلو هذا، نصور لكم شقة 3 غرف صالة بمساحة 170 متر مربع. الخدمات اللي موجودة فيها زي ما انتم شايفين الكمليات، بالإضافة إلى المساحات الخضراء، ألعاب الأطفال، الملاعب الرياضية، وعندنا نوافير أيضا موجودة، بالإضافة إلى قربها على الساحل. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل كاملة في الشقة على أرض الواقع. وصلنا الدور التاسع، شقة 3 غرف صالة بمساحة 170 متر مربع. زي ما تشايفين احنا في المنطقة هذه، منطقة الكوريدور، يميننا منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعباد. نتوجه إلى الصالة. زي ما تشايفين مساحة الصالة كبيرة، نقدر نقول 30 متر مربع. ديكورات سقفية بإنارات ليد مخفية أيضا، وعندنا التدفئة المركزية الموجودة في كل الغرف والصالة. واجهة زجاجية كبيرة بثلاث واجهات ما شاء الله زجاجية، إطلالتها على البحر وعلى المدينة. نتوجه إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة، إطلالتها خيالية وبانورامية على البحر وأيضا على المدينة. ما يميز المنطقة أنها منطقة مركزية بين كل الخدمات، منطقة يالنجك. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نطلع من الصالة هنا، نتوجه إلى المطبخ. نجي هنا على المطبخ، زي ما تشايفين تواليبها راكبة، نوعية جيدة، وألوانها متناسقة جميلة جدا، ذات كواليتي جيد ما شاء الله تبارك الله. وعندنا النظام الهيدروليك في الأدراج، وإطلالة المطبخ أيضا من الجهة الجانبية على البحر أيضا. نطلع من المطبخ، نتوجه إلى الغرفة الأولى. نجي هنا على الغرفة هذه. مساحة الغرف تقريبا نقدر نقول 3 في 3 أو 3.5 في 3.5. وإطلالة الغرفة هذه إطلالة جميلة ورائعة على البحر، شيء رائع ما شاء الله. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نطلع من الغرفة هذه، نجي هنا إلى دورة المياه الأولى، وأنتم بكرامة. بجوارها دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة. مقابل دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة عندنا الغرفة الثانية. الغرفة هذه زي الغرفة الأولى تقريبا، مساحتها متناسبة تقريبا 4 في 4، وأيضا كل الغرف مطلة على البحر، يعني شقة مميزة بهذه الإطلالة. مقابل الغرفة هذه أيضا عندنا غرفة غسيل. زي ما تشايفين الغرفة هذه مناسبة نحط فيها غسالة الملابس، تكون غرفة خاصة بالغسيل. وأخيرا وليس آخرا عندنا غرفة الماستر، مساحة جيدة
هنا نقدر نحط فيها سرير ودولاب، كل تفاصيل غرفة النوم نقدر نحطها هنا. مساحة جيدة، لها دورة مياه خاصة فيها، دورة مياه متكاملة من مروش وكلوزيت ومغسلة. ومن الجهة الخلفية لها بلكونة مميزة إطلالتها على الطبيعة من الخلف. استمتعوا بإطلالة الطبيعة، شيء رائع ما شاء الله تبارك الله. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. الأسعار والتفاصيل موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.